تهانينا والناموس، وايضا التهاني موصوله لناصر بن سالم المكسور. لا هذه عند فيصل بن طالب بن سليم، بالفعل هي الشاهينيه اللي فازت بالمركز الثالث، الشاهينيه مزون فاز بالمركز الرابع للسيد سعيد محمد بن زايد الخيارين. تهانينا وايضا تهاني موصوله لناصر بن سالم المكسور. ثلاث المراكز الاولى وايضا مزون في المركز الرابع تتاهل الى درهم التحدي. 9 دقائق 13 ثانية، اربع اجزاء من الثانيه. ايضا في المركز الخامس كان من نصيب الشاهينيه، ايضا هي خامس المتاهلات الى درهم التحدي. تهانينا والناموس السيد علي بن مبارك بن فراج المري. 9 دقائق و13 ثانية وست اجزاء من الثانيه. ايها الحفل الكريم، في هذه اللحظات ينطلق الشوط الرئيسي لسن اجداع القعدان لابناء القبائل، ايضا شوط لا يقل اهميه عن الشوط الماضي، شوط يحمل في طياته العديد والعديد من المفاجآت ومن النديه ومن الاثاره. ايها الحفل الكريم، نتمنى للكل التوفيق، ولكن هناك يا مشاركين يا مضمرين، هناك سيارة لاند كروزر بيك اب، لاند كروزر بيك اب. اضف الى ذلك بان هناك البندقية الفضية لسن القعدان اجداع، بانتظار من؟ هذا السؤال الذي سوف تكون الاجابة عنه في خط النهاية باذن الله. الكيلو متر الاول مقطوع معنا، وعلى المركز الاول نرى فيه السنافي للسيد تميم بن محسن بن حزام بن ديله المري على المركز الاول. المركز الثاني، المركز الثاني ايها الحفل الكريم، ارى فيه وافي للسيد سيف بن محمد بن زايد، او هناك شعار صالح بن حمد بن قمره اللي هو سيف يضم لحمد بن محمد بن جهويل. الله، سيف على فكره فايز في السباق الماضي ومعلقين عليه ايضا، وانتظروا مفاجآت سيف في الكيلومتر الاخير. المركز الثاني في هذه اللحظات اللي غير على المركز الثاني للسيد سيف محمد بن زايد الخيارين، واسمه وافي يضم ناصر بن سالم المكسور. المركز الرابع، المركز الرابع ايها الحفل الكريم، ارى هناك مياس او الهارب للسيد سعيد بن محمد بن طفله المري. والمركز الرابع او الخامس، المركز الخامس اللي هو مياس لخليفه بن سالم بن حلوكه. والمركز السادس، المركز السادس في سياف، يعني في هنا في سيف وفي سياف، جميعها ايضا يمتلكها صالح بن حمد بن قمره المري، ويضم له حمد بن محمد بن جهويل. المركز السابع، المركز السابع شوف فيه 8 و22 بودريس خضر. وهذه لحظات التكريم بمادة الزعفران. وهذا هو تكريم حيان لعاطف بن علي القرشي، تستاهل، زيدوها زيدوها، والله تستاهل على هذا الإنجاز الذي تحقق، وهي في الكادر بالفعل تستاهل هذا التكريم. نعود إلى مجريات هذا الشوط أيها الحفل الكريم، ووصلنا إلى المركز السادس، إلى المركز السادس في هذه اللحظات، إلى المركز السادس أيها الحفل الكريم، إلى المركز السادس ولا السابع؟ المركز السابع، المركز السابع اللي عند عبيد، اللي عند سالم بن عبيد بن شينان اللي هو مبعد. والمركز الثامن عندك يا المكسور اللي هو الحنيش السيد سعيد بن محمد بن زايد الخيارين في التضمير ناصر بن سالم المكسور. والمركز التاسع، المركز التاسع عند عبد الله بن علي بن عريج المري، واسم القعود السيل، والسيل يا سدرة الغرمول يسقيك. والمركز العاشر عندك يا بن مهيلة، عند محمد بن طحنون بن مهيلة المري اللي هو إبداع، اللي هو إبداع أيها الحفل الكريم. هذه العشر المراكز في النداء الأول أيها الحفل الكريم. المسافة بدت بالانتصاف أيها الحفل الكريم، المسافة انتصفت أيها الحفل الكريم
نعود إلى مقدمة هذا الشوط وإلى المقدمة، ومع المقدمة دائما تكون الأمال ودائما يكون الطموح. أيها الحفل الكريم، أيها المشاهدون الأعزاء، وأعدكم بأسماء لم يحن موعد دخولها وحتى هذه اللحظة. اللي غير على المقدمة في هذه اللحظات اللي هو مياس، مياس للسيد خليفة بن سالم بن حلوكة، على فكرة مرشح أيضا قوي هذا القعود للفوز ولخطف السيارة والشوط الرئيسي. ولكن المركز الثاني هناك وافي لسيف محمد بن زايد الخيارين في تضمير، وافي السيد ناصر بن سالم المكسور. المركز الثالث سياف السيد صالح بن حمد بن قمرة في التضمير، حمد بن محمد بن جهويل. المركز الرابع هناك الهارب سعيد بن محمد بن طفلة. المركز الخامس الحنيش لسعيد بن محمد بن زايد الخياري، ناصر بن سالم المكسور في التضمير. المركز السادس لسالم بن عبيد بن شينان المري اللي هو مبعد. والمركز السابع هناك السيف السيد صالح بن حمد بن قمره. المركز يضمره حمد محمد بن جهويل. المركز الثامن ايها الحفل الكريم السيل لعبد الله بن علي بن عريج المري. والمركز التاسع، عطنا رقم التاسع يا اخوي الدعبه يا حمد يا بن مبارك. المركز التاسع ايها الحفل الكريم اللي في المركز التاسع يا اخوي 12 قعود عبيد الله يرحم والديك، 14 يا اخي لمحمد بن طحنون بن مهيرة اللي هو ابداع. والمركز العاشر ايها الحفل الكريم ارى في صغان لعلي بن عبد الهادي بن عبده المري. هذا النداء الثاني على التوالي ايها الحفل الكريم. 1500 متر متبقية ايها الحفل الكريم، ايها المشاهدون الاعزاء. 1500 متر ولا يزال بن حلوكة يقود مياس بالمركز الأول. وبالفعل قالها مسري بن سالم بالعرطي لابس، قال السبق منكوس ما دام عندي ولد مياس. الله الله الله، هذا إنتاج مياس، والسلالة الصوغانية تتجسد في دماء هذا القعود المنفرد بالمركز الأول. ولكن سياف على المركز الثاني في هذه اللحظات، سياف للسيد صالح بن حمد بن قمرة. ولكن يا الله يا وافي، يلا يا إبداع للسيد محمد بن طحنون بن مهيرة. والكيلومتر الأخير والسيارة هناك والزعفران هناك وجميع الأشياء الثمينة عند خط النهاية وفي الشوط الرئيسي بالأخص. إبداع للسيد محمد بن طحنون بن مهيرة المري. والمركز الثالث يا الحفل الكريم، هناك العنيش لسعيد بن محمد بن زايد الخياري، ناصر بن سالم المكسور في التضمير. يا الله يا هو قوة، يا إثارة. بن عبده ايضا وصل على دار صغال لعلي بن عبد الهادي بن عبده. الله 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 عليك، الله عليك يا مياس. اتحرك مياس، انتقل مياس، انطلق مياس. الخمسمية متر الاخيرة، يلا يا بن مهيرة. شو تحتري يا اخوي يا محمد يا بن طحلون يا بن مهيرة. يا اخوي انت اعصابك في فليزر، يا اخوي اعصابك وين؟ ايش هالبرود يا محمد يا بن طحنون. سياره يا اخوي حاطين لك سياره، يعني ايش تبي يحطون لك طيارات؟ الله، حلو بالفعل. نعم محمد بن طحنون بن مهيرة، يعني ما شاء الله، ركز تركيز تام على إبداع، وذلك لتحقيق الناموس. وبالفعل هنا من يتحكم في الأعصاب هو من سوف يفوز. تهانينا والناموس السيد محمد بن طحنون بن مهيرة المري على فوز إبداع بالمركز الأول. المركز الثاني للسيد خليفة بن سالم بن حلوكة. المركز الثالث يبطشوا من صالح اليامي. المركز الرابع عبيد بن حمد بن شيلان. المركز الخامس
للسيد محمد بن بشار المري المركز السادس، المركز السادس لحمد بن ناصر الفهد النعيم المركز السابع، لعلي بن فراج السابع، لعلي بن عبد الهادي بن عبده والمركز الثامن، لعلي بن فراج المري والمركز التاسع، لعلي بن صالح بن عضيبة والمركز العاشر، المركز العاشر لمحمد بن بيشان، احنا الإعلام في المركز الخامس. تهاني من الناموس لجميع الفائزين. التوقيت الزمني